تقول في هذا السؤال: إذا لم تستطع المرأة أن تطوف الإفاضة يوم النحر وأخرت ذلك لأيام التشريق، هل يجوز لها أن تطوف لوحدها بدون محرم أم يجب أن يكون المحرم معها أثناء الطواف؟ لا يشترط في طواف المرأة أن يكون معها محرم إذا أمنت على نفسها ولم تخشى الضياع، فإن كانت لا تأمن على نفسها من الفساق أو كانت تخشى أن تضيق فلا بد من محرم يكون معها حماية لها ودلالة لها على المكان. وهذا عام في طواف الإفاضة وفي طواف الوداع وفي طواف التطوع. نعم.